فعلى سبيل المثال برناتشو يقول السعادة المحضة في الحياة تعتبر جحيم، وطبعا ما بصادق طبعا، لأن الحمد لله عايشين مبسوطين، الواحد يعيش حياته ينبسط يصبغ يعيش حياته ما في مشكلة. ومناسبة السعادة الأسبوع الجاي كلكم عندي معزومين، أوديكم أوروبا تنبسطوا وتعيشوا وتشوفوا الأماكن الراقية شانزليزيه وتشوفوا نايت بريد، وكل واحد بياخذ شيك 30,000 يعطيه عياله قبل ما يروح عشان ينبسطهم بعد. يزعلك سالم، الله يسلمك، وجهك والله وجهك تستاهل. حياكم الله، يا هلا وسهلا، والله اني مشتاق، انت مشتاق تقولي انا مشتاق لكم، احن اليكم كل وقت وساعه، واشتاقكم شوق العطاش الى الوردي، وعندكم لبي وعقلي وناظري، وذكركم عندي ألذ من الشهد. بما ان نمر على بعض نبدا على طول بدون مقدمات، ناخذ بعض تعليقاتكم اللي وصلتنا في اليوتيوب. كلاك يقول وين مختفي، اشتقنا لك يا ليل، شي سهران معك كل يوم انا يا ليل يا عين. هذا يوسف يقول افضل برنامج سعودي تفرد بفكرته، ما قلد الاجانب. هذه الشهاده نحن في غنى عنها، لان يعني امر مفروغ منه ان ما نقلد احد، وانه افضل برنامج. نعم. هذا احمد يقول وقف اشكل ورجع اشكل، والاهلي باقي ما اخذ الدوري. اعتقد انه لو ارتبطنا بعوده الاهلي للبطولات ما عاد بتشوفوني، بتشوفون عيالي، هذا اذا الله اكرمهم. بعد عاصفة الحزم في اليمن ما زالت تحقق أهدافها ولله الحمد، خبر ما يهمكم. السعودية تكشف عن أكبر خلية تجسس إيرانية، خبر ما يهمكم، نعطيكم اللي يهمكم. إلقاء القبض على دمية ما كان مع محرم، قعدت يومين في الحبس ورجعت ترقص. هذه سواليفكم في السوشيال ميديا وفي تويتر والعياذ بالله، مسك الإعلامي إلا معها قارورة، الشيخ تاج راسك يا أخي، وش لكم وش للعالم يا أخي، ايش لكم وش الاخبار هذه، جيش ما جيش، حرب ما حرب، عندنا بعض المساجد اللي فيها العاب ناريه وطراطيح ما يهمكم. لا، وازيدكم من الشعر بيت، شوف الاهتمام الترند، ابو جبين ما دخلوه المهرجان، ليش؟ زحمه عليه والرجال لازم ترتيبات امنيه. مع احترامي وحبي لابني ابو جبين انه يذكرني بطفولتي، شوف المخترع هذا ولا المخترع، لا ما اظن له قيمه يعني. 50 جهة تواجه مشكلة كروش السعوديين، موضوع مثل هذا ما تدري تضحك تبكي. قضيتوا على الحيوانات، قضيتوا على البقر، قضيتوا على الإبل، قضيتوا على الغنم، على كل شيء، حتى القوطة والبامية والملوخية خلصت من حلقة. العالم برا تموت من الجوع، وأنتم تموتوا من التخمة في الطواري. الواحد إيش عنده، مات مريض، عنده مسكين كوليسترول، وعنده ضغط، وعنده سكر. تزعلت مع صاحبك، والله ما يرضيني منك إلا خروف. مبسوطين، تعالوا ناكل خروف. إيش ذنب الخروف هذا، مخلوق زيك. 50 جهة، 50 يا رجل، التكميم هذا شغال في السعودية أكثر من الخياطين. 85% من السعوديين سووا عمليات التكميم، حوالي 90% من هذه العمليات فشلت، رجع فرط، كأنك تعبي خزان، ارتد من أكثر من قص المعدة، صار يعبي في البنكرياس ويعبي في الأماكن الثانية. ما عجبني الأكل في المطعم هذا، وشوف الصحن، ما بقل الرسم اللي الصحن يمسحها، صار عبارة عن رأس وكورة. إيش أباجورة أنت ولا آدمي، العلاج مو هنا، العلاج هنا مخ. لا طال عمرك، بخصوص السفرة، تشتري ملابس من هنا ولا من هناك طال عمرك؟ أي سفرة وي خرابيط طال عمرك، هاي سلام، هذا شو سامعينك كم صوت تحكى فيها طال عمرك؟ وين أنا قلت تسافر معي هذا؟ لا أبد، يا طول العمر ما قلت ولا تكلمت بالكلام ده، أنا قلت خرف حبيب، يفتري علي إذا قم مجلس يتعذرك يا الكذوب، ولا عاد أشوفك، قم انقلع. هاي العظيم يا أخي، والله لا عاد في ذمة ولا عاد في أمانة، الواحد يكذب كذا. الخطوط السعودية تفرض رسوم على اختيار المقاعد قريبا، الله يعجل به، هذا الخبر اللي يفتح النفس. نعم أنا ما أطلع في الخطوط السعودية، طلعتها مرتين يمكن، يوم طيارتي كان فيها مشكلة تفتف رجوم، وشفت شيء عجب، المويه بلاش، الاكل بلاش، القهوه بلاش. وانا اقترح ايضا ان الحمام اجلكم الله يكون بفلوس برسوم، وان الشباك تفتح بريالين تسكر ب3 ريال، ما في بلاش، جلستك بفلوس، كل شيء بفلوس، شركه عندها رواتب وعندها مصروفات وعندها وقود، ما هي ببلاش، تقعد ترعى في الطياره تاكل
لا وعندنا بعد الأدهو والأمر من الدلع. 3 ساعات في الأرض. قم معي أختي معي زوجتي رح هناك تقلبت تشكيلة بغالكم مدرب في الطيارة. 4-4-2 صارت دراهم ادفعوا الله لا يهينكم وبعدين تشرطوا. لازم يكون تفكير الخطوط يعني خارج الصندوق أوف ذا بوكس. شيء جميل. أنا أحيي الخطوط وأرفع النظارة للخطوط. العقال ما بقى. أعضاء الشورى يطالبون بتسمية الشوارع الجديدة بأسمائهم. أبسط حقوقك بدل أسماء الشوارع هذه السعادة الورد السير العطرة الدائري. أخي خلوها بأسماء المسؤولين حتى يلهج لسانك بذكر المسؤول وتدعي له الله يوفقه الله يطول عمره. ما قصر ما تنسى. وينك ألو؟ والله أنا في شارع المكرونة. وينك أنت؟ أنا والله في شارع الملوخية. تخمة حتى في الشوارع يا أخي. شوف ألو وينك؟ والله في شارع السيد المسؤول. الحين أجيك يجيك. لكن في المكرونة من بيجيك؟ صوص احنا نجيب المكرونة و... لا أبوك فاهمة، لا وزارة المالية فاهمة، لا وزارة النقد فاهمة. لا يا شيخ ما بقلة تقول لي وزارة الإسكان ما هي فاهمة. لا بسم الله عليك بسم الله عليك الله معك بسم الله عليك بسم الله نرقيك. يا رجل يا رجل فجأت المذيع مسكين كل شوي يفز. لكن عشان مواطن مسكين غلبان. لكن عندي شغلكم عندي أنا اللي بجيكم وواجهكم. ومن باب الشفافية والوضوح بتكون عندي هذه الفقرة. تفضل. خلنا نتكلم بشفافية. ما عندنا مشكلة. الوضوح ما عندنا مشكلة فيه. نبغى نتكلم على سبيل المثال عن الوضع في الآخر 10 سنوات. غلاء العقار والارتفاع الضخم يقولوا وصل 15% يا رجل. من اللي يقوله؟ الإعلام والصحافة. سلامات يا طول عمرك. وين عايش فيه أنت؟ طالع فوق 1000%. لا ألف هذه لا تقولها قدام الناس. 15 أرقامكم هي تقول إنها. لا 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 غير مغلوطة. أرقامكم تقول إنه 50% من المدن أراضي بيضاء. أرقامكم تقول إن الأسعار اليوم لا يستطيع شرائها ولا 1% من المواطنين. إنشال هذا المنتج كله يا شباب. مش إنشال. خليه إنشال بس ما إنشال من رأس الناس. عشان اللقاء يضبط. قلبك عقاري أنت صح؟ هي يعني الناس اللي مستأجر خله طول عمره مستأجر يموت مستأجر شو المشكلة؟ لكن لا تهز العقاريين ورؤوس الأموال. هذول اللي يفيد البلد. أنا ما راح نهزم. حنا بنقلبها عليهم. وش تقلب؟ نقلب راسهم تحت ورجولهم فوق. هذا الحمد لله الرسوم جت تقص ريشكم قص. والله يا باريس انتوا جو الأيام ذي. خلنا نروح بالمرة. خلنا في اللقاء نتكلم عن الرهن الميسر. فنبغى نمدح ما هو بمدح تراك المتحق بتقولها. هذا قصدك الدين المؤبد الميسر المعقد الميسر اللي بيعقد حياة الناس ياخذ 3/4 دخلهم. شيء واحد قال لك قرض ميسر ليش ما يعجبك؟ ميسر هذا يعجبك انت وتجار التراب ويوجه التراب. ما الالفاظ هذه جارحه بالنسبه لي وبالنسبه لل هذه حقيقه هذه حقيقه هذه حقيقه المليارات اللي نايم عليها انت وربعك. شراها تراب في وجه العدو وباعها تراب والفرق حطه في جيبه وجاي شخص علينا يقول انا رجال عصامي. احنا بدال ما نقول 75% من دخلك يا المواطن ناخذه اي من تقاعد على القرض احنا نخصم 75% من اسعاركم اللي غير معقوله ونعطيها الناس ويا اخي دار ما دخلك شر. لا لا العقاريين والبنوك لهم طبقه معيشه معينه لا يمكن انها تنخفض 75%. اي هذول فاتحين قصور عندهم مسؤوليات زي ما قلت لك. لكن المواطن الله لا يهينه يكمل حياته مستاجر. لا بالعكس انه ما بيكملها مستاجر الان بيكملها الله يحييك وهو متملك بس انه يدفع الاقساط. الله اكبر. اي انت ما ترى من زاويه واحده. المسؤول يرى من عده زوايا ونظرة بانورامية باين اني انا اشوف من زاوية وانت يا طول العمر واضح انك ما تشوف شيء. الله يجزاك خير. لا انت ولا اللي يعلمونك بهالكلام. قصوا قصوا انتبهوا. خلنا نضبط اللقاء وبعدها ان شاء الله نوقع انا وانت حق مستشار شخصي لي ب60 ب70 ب120 ألف وانت قاعد بالواتساب بس تعطيني استشارة. والله انا عندي لك عرض احسن من هذا. تفضل اشتغل لك بلاش على تويتر وفي مقالاتي في الجريدة وتجيك باردة مبردة حقائق ساطعة. لا شوف ترى الناس الآن عندها وعي وتدري أن المسؤول هذا لا يتكلم إلا بالحق ولا يقول شيء فيه غلط. لا تزعل مني معاليك. الكلمة الوحيدة اللي قلتها صح من يوم بديت تتكلم معي إلى الحين أن الناس عندها وعي. شوف بزيدك شوف احنا نبغى نقول في اللقاء مثلا على سبيل المثال نسبة المستاجرين كم؟ هذولا حدود 80-75% 75 بنخليهم اللي متملكين في اللقاء. اسمع بتزين. إذا كان أغلب السكان في سكن ملك من وين جت الأزمة الحين؟ ما في أزمة. المليون ونص اللي صاف فين سرع على وزارة الإسكان عندكم؟ ما في. هذه أرقام كلها 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 غير صحيحة. فخلنا نبدأ اللقاء نبدأ اللقاء ب ب ب ب ب إن شاء الله بنفس طيبة معك لا تجي الثانية إن شاء الله. فنبدأ اللقاء حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا حبايبي ابدأ.
شكرا لكم على متابعتكم، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، ترى في خير، واكتبوا معاريضكم وعلقوا تحت ورشحوا النظيف للحلقة الجاية، وفي أمان الله.